الحل عشان ده ما يحصلش؟ الحل اللي احنا طرحناه هو مبادرة العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية تحقيق مصالحة سياسية ووطنية ما بين النظام السابق والنظام الحالي، ما بين الفرقاء السياسيين في المشهد السياسي الحالي، جبهة إنقاذ، جبهة ضمير، إخوان، ليبراليين، يسار، الكل في وطني يسار، ليبراليين، إسلاميين، الكل في مصر مواطنين مصريين مؤمنين، حتى إن كان يتعايش معنا ويعيش معنا إخواتنا المسيحيين، كلنا مؤمنين، لكن لابد أن يتم إعلاء المصلحة الوطنية يعني كهدف استراتيجي، والتغلب على المصالح السياسية الضيقة. هذا هو ومبادرة العدالة الانتقالية نحن وضعنا لها ضوابط وشروط، وهي أن يكون مصالحة ما بين الجميع، شريطة عدم التورط في قضايا فساد أو قتل المتظاهرين، والمشاركة السياسية لشباب الثورة، للليبراليين، لليساريين، للإسلام السياسي، مشاركة سياسية لكافة التيارات السياسية والوطنية في مصر، وعدم إقصاء أحد، وأيضا أن يكون يعني يدخل في المشهد السياسي شباب الثورة بعدما تم إقصائهم، سواء يعني بحسن نية او سوء نية، عن قصد او تعمد او يعني عدم الثقة فيهم، بالرغم ان هم يعني شباب الثورة، هم اللي قاموا بالثورة، والتاريخ يشهد ان الشباب هم كانوا طليعة المستقبل والحاضر. يعني في 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 هذا يعني اذا تتحققت هذا سنخرج من المأزق السياسي والتصادم السياسي الراهن.